في رقم مميز جدا للاهلي هجوميا، اتفضل. استكمالا لكلام احمد يعني، ان وفي خريطه يعني معانا نقدر نستعرضها، اللي هي توقيت اهداف النادي الاهلي تقريبا سجل في كل فترات المباراه. احنا كنا استعرضناها مره قبل كده، ولكن المميز فيها في بعد الاهلي بيتسجل المباراه كتير في اوقات كتيره، وكمان تحديدا دلوقتي اول ربع ساعه دي اكتر فتره النادي الاهلي بيسجل فيها. لا دي خريطه تمريرات قفشه، بيبقى في اول ربع ساعه النادي الاهلي تقريبا سجل 7 اهداف من السبع، اكتر وقت الاهلي سجل فيه اهداف هو اول ربع ساعه هنا. أوكي. ده تدارك تركيز. تركيز، وان انت من الاول عايز تحسم مبارياتك في الدوري، ده تدارك لخطا كان الموسم الماضي ان الاهلي بينزل يضيع فرص كتير في ايوه بالظبط، هي دي احصائيه 7 اهداف يا كابتن اسلام في اول ربع ساعه. يليها الربع ساعه الثانيه الاهلي برضو من اكتر الفترات اللي بيسجل فيها 5 اهداف، بالتساوي مع الاخر ربع ساعه اللي هي من 75 ل 90. دي برضو بتوريك ان في الاخر انت برضو تبقى مركز في الاخر. الفتره اللي في النص دي اقل تسجيلا للاهداف، بنتكلم 4 اهداف في الربع الاخير من الشوط الاول، الربع الاولاني من الشوط الثاني يعني معدل ضعيف، سجلنا 2 و4 اهداف برضو في الفتره اللي هي منتصف الشوط الثاني. ولكن ان الاهلي سجل بنتكلم 7 و5 يعني حوالي 12 هدف في اول نص ساعه، نعم ده تصحيح لخطا كان بيحصل الموسم الماضي. كمان تركيز مميز جدا في انهاء الهجمات، ان النادي الاهلي لما بيجيب هدف مبكر بيضغط بشكل سريع عشان خاطر يجيب الهدف الثاني ويقتل المباراه. فدي كلها حاجات ايجابيه في الشكل الهجومي للنادي الاهلي في الدوري، نتمنى ان احنا نستمر عليها، لان في مباريات كتير على نفس شكلت فريق. طبعا فرقه مميز، لكن اقصد لما بتتكلم النادي الاهلي مع الفرق اللي هي في منتصف الجدول لازم دايما يبقى هذا الاسلوب عشان ترتاح في بقيه المباراه. عايز تقول ايه؟ الجزئيه الاخيره اللي هي بتاع اخر ربع ساعه ديت، الحقيقه موسيماني اتعادل فيها شكلا وموضوعا آخر الدوري ربع ساعة. ده اخر ربع ساعه. أوكي. احنا السنه اللي فاتت كنا لينا نهج كده واستراتيجي في الجيم بنتبعه، ان احنا بنلعب لحد الدقيقه 75 ثم بيسحب لاعب من الشق الهجومي، بنلعب بثلاثه في نص الملعب املا ان احنا نامن المباراه على كده وننهي الشكل بالنتيجه دي. في اوقات كتير يعني تعب كتير الفتره اللي فاتت، فكان لازم يعمل كده. بالظبط. كان اوقات كتير الماتش كان بيتخطف مننا، زي ما حصل في الاسماعيلي، زي ما حصل في طلائع الجيش، حصل في ماتشات كتير وبنك الاهلي والجونه. موسيماني عدل الفكره دي، ان انا حتى لو كسبان 1 أو 2 انا بكمل، لاني انا لازم اكمل علشان انا الاهلي، فلازم اكسب باكبر نتيجه متاحه واكبر نتيجه ممكنه. فدي تصحيحا لاخطاء الموسم اللي فات من باتسو موسيماني، لازم نحيي عليها.